مدينة غريبة بتظهر في أوقات وبتختفي في أوقات أخرى، وإيه حكاية الجن اللي حبسهم سيدنا سليمان حتى قيام الساعة؟ وليه كل اللي بيدخل المدينة دي يا إما بيموت أو بيصاب بالجنون؟ رحلة قائد مسلم وجيشه لأغرب مدينة في التاريخ، قصة مدينة النحاس اللي ذكرها العديد من المؤرخين العرب، المدينة اللي بناها الجن بأمر مباشر من سيدنا سليمان. قصص كتير جدا اتقالت عنها، أرجوكم حاولوا إنكم تستنوا معايا للنهاية، لأن اللي هحكيه لكم هيسيبكم بالجنون. سيدنا سليمان أعظم البشر ملكا في التاريخ، نبي امتد حكمه في كل رقعة من بقاع الأرض، وهب له الله من المعجزات والقدرات الخارقة لم يسبق لها مثيل، في منها القدرة على تسخير الرياح اللي كانت بتحمله من مكان لآخر في وقت قياسي جدا، ومنها الكلام مع الطير والحيوان، بالإضافة لقدرته على تسخير الجن والشياطين في أمور كتير وأهمهم بناء المدن والقصور. عشان كده انتشرت قصة عن مدينة مخفية بناها الجن لسيدنا سليمان، وقيل إنها مدينة أسطورية خطفت أذهان الناس، فكانت حديث المؤرخين لفترة طويلة جدا، مدينة بيحرسها جنود وفيالق من الجن، المصير كل اللي حاول يدخلها الاختفاء أو الموت. إنها مدينة النحاس الأسطورية، أو بما تسمى المدينة المخفية اللي قال عنها الإمام الهمزاني في كتاب البلدان: لم يرى الراؤون مثلها ولم يسمع السامعون بنظيرها. مدينة أثارت الرعب في نفوس الناس وظلت على ألسنتهم حتى يومنا هذا. فيا ترى إيه قصة المدينة دي؟ وإيه حكاية القائد موسى بن النصير اللي قدر يكتشف المدينة ومات معظم جنوده في سبيل الدخول ليها؟ تابعوا معايا. حكالنا العالم المسلم زكريا القزويني في كتابه آثار البلاد وأخبار العباد أنه في أحد الأيام وصل للخليفة الأموي عبد الملك بن مروان خبر مدينة النحاس اللي بيقال إنها موجودة في مدينة فيافي في المغرب بالقرب من بحر الظلمات. بسرعة كتب الخليفة عبد الملك بن مروان رسالة للقائد بن النصير وقال له فيها: يا ابن النصير، لقد بلغني خبر مدينة النحاس، فاذهب إليها واكتب إليها بما تعينه فيها من عجائب واسرع بالجواب. واللي ما يعرفش، موسى بن النصير هو أحد قادة العظام في العصر الأموي، كان بيطلق عليه الفاتح الذي لم تهزم له راية من قبل. المهم بدأ موسى بن النصير بالبحث عن أي معلومات تخص مدينة النحاس كان يبدأ رحلته، فسأل موسى بن النصير العديد من المؤرخين والرحالة، ولكن الجواب دايما ما نعرفش عنها حاجة. والبعض الآخر كان بيقول إن مدينة النحاس لا هي إلا مدينة أسطورية، ولكن سمع ابن النصير إن في رجل عجوز اسمه الخضري كان بيقول للناس إن أبوه وصل لمدينة النحاس. فراح موسى بن النصير للخضري وسأله عن المدينة، فقال له إن مدينة النحاس موجودة في مدينة فيافي بالقرب من بحر الظلمات، وإنها مدينة مخفية محدش يقدر يشوفها إلا في حالة واحدة بس، إنه يقترب من أسوار المدينة، علشان كده أطلق عليها الناس في العصور الغابرة مدينة البهت. ولكن الخضري قال لابن النصير حاجة غريبة جدا: يا ابن النصير احترس، فهذه المدينة يحاصرها الجن من كل مكان والداخل فيها مفقود. فحزم ابن النصير الأمتعة وتوكل على الله وقرر الذهاب لرحلته. خرج ابن النصير ومعاه 1000 رجل، فضل 40 يوم بيبحث في مدينة فيافي ولكن بدون أي فايدة، لحد ما تملكوا اليأس واعتقد انه مش هيلاقي مدينة النحاس. في يوم وصل ابن النصير لأرض واسعة مليئة بالمياه والأشجار، وفجأة ظهرت مدينة النحاس قدام ابن النصير والجنود، فشافوا مدينة مصنوعة من النحاس الأصفر اللي بيشبه بريق الذهب. كانت أسوارها عالية جدا لدرجة تخطيها قمم الجبال، كانت أبراجها بتعانق السحاب كأنها جزء منها بالظبط. فاندهش ابن النصير من عظمة وجمال مدينة النحاس، لكن الغريب في المدينة إن ما كانش ليها أي أبواب تسمح بالدخول ليها. فقال ابن النصير لجنوده: كيف السبيل إلى معرفة ما في المدينة؟ اقترح عليه أحد المهندسين في الجيش أنهم يبنوا بنيان يشبه البرج عند سور المدينة. وبعد أسبوع كامل قدر ابن النصير هو وجنوده انهم يبنوا برج طوله 300 ذراع، ولكن ده ما كانش كافي ابدا علشان يوصلوا لقمة سور المدينة،
فصنعوا سلم فوق البرج طوله 200 ذراع، وبدأوا يسندوه بالحبال علشان تديله قوة أكبر. كده قدروا يلاقوا طريقة للدخول للمدينة، ولكن اللي حصل بعد كده من الصعب جدا إنك تستوعبه، لأن اللي هيقولك هيصيبك بالدهشة والجنون. تعالوا نكمل. بعد ما شاف ابن النصير عظمة سور المدينة، حس كده إن المدينة مستحيل إنه يكون بناها بشر على الإطلاق، فقرر ابن النصير إنه يتحرى أمر المدينة في البداية. فنادى الجنود وقال من يعرف لي خبر هذه المدينة فاصعد هذا السلم فله 1000 قطعة نقدية. فخرج واحد من الجنود وقرر انه يطلع على السلم. لما وصل لنهاية السور بدأ الجندي يضحك بطريقة هستيرية ويسقف بإيده ورمى نفسه داخل المدينة. حاول ابن النصير والجنود انهم ينادوا عليه ولكن دون جدوى، وكأن الجندي اختفى ملوش أي أثر. وبعدها سمع ابن النصير والجنود أصوات فزعت قلوبهم جاية من داخل المدينة، وفضلت الأصوات دي مستمرة لمدة 3 أيام. وفي اليوم الرابع بدأت الأصوات دي تهدى نوعا ما، فنادى ابن النصير مرة تانية على الجنود وقال هضاعف المكافأة للي يطلع على السلم ويعرف لنا ايه اللي موجود داخل المدينة. خرج واحد تاني من الجنود علشان يصعد على السلم، ووصاه ابن النصير ما ينطش جوه المدينة مهما حصل. وبالفعل طلع الجندي على السلم، لما أشرف على آخر السلم فضل يضحك ويسقف بإيده، وبعدها رمى نفسه داخل المدينة. وانتشرت الأصوات المفزعة مرة تانية زي ما حصل مع الجندي الأولين. حس ابن النصير باليأس وقال الجنود ربما يسكن هذه المدينة الجن ويخفي كل من يطلع عليها، ولكن أصر ابن النصير إنه يعرف إيه اللي موجود داخل مدينة النحاس علشان يرجع للخليفة بخبر المدينة وما تحويها من كنوز. فنادى ابن النصير على الجنود وقال إن اللي هيطلع السلم المرة دي هتكون مكافأته 10,000 قطعة نقدية. فظهر كل الجنود وخرج واحد منهم علشان يطلع السلم، ولكن اشترط على ابن النصير إنهم يربطوه بحبل يكون معاهم طرف الحبل ده، ولو حاول يرمي نفسه بسرعة يشدوه الجنود. وفعلا ربطوه الجنود وطلع على السلم، ولما أشرف على المدينة حصل كالمعتاد. بدأ الجندي يضحك ويسقف بإيده وحاول إنه ينط ويرمي نفسه داخل المدينة، ولكن المرة دي حدث ما لم يكن في الحسبان. بدأت الجنود تسحبه بالحبل، ولكن اتقسم جسمه نصين، النص الأول من جسمه وقع داخل المدينة والنص التاني سحبوه الجنود. وهنا بقى اتفزع الكل وحسوا إن الدخول للمدينة مستحيل، وشاف ابن النصير الخوف في عيون جنوده، وقرر إنه يرجع للخليفة خالي الوفاض أفضل من إن هو يخسر جنوده. ولكن لو فاكر إن القصة انتهت لحد كده، أحب أقولك إن دي كانت بداية لطرف الرحلة. أضاف العالم أبو حامد الغناطي بعد جديد تماما للقصة، فذكر القنباطي في كتابه تحفة الباب ونخبة الإعجاب إن موسى بن النصير قرر العودة لمدينة القيروان، وده علشان يحكي قصته للخليفة عبد الملك بن مروان. ولكن قبل ما يرجع قرر انه يكتشف المنطقة اللي فيها مدينة النحاس، فتحرك موسى بن النصير والجنود خلف المدينة، ولكن شافوا حاجة غريبة جدا، جبل حواليه أشجار ملتفة حوالين المدينة. فصعد لقمة الجبل وشاف ألواح من الرخام الأبيض حجمها بيتعدى 20 ذراع، كان مكتوب على كل لوح أسماء للملوك والأنبياء والجبابرة اللي حكموا الأرض، وذكر فيها كمان اسم النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت المفاجأة لموسى بن النصير إنه وجد لوحة من النحاس عليها صورة رجل مكتوب عليه ليس من وراء من مذهب، فارجعوا ولا تدخلوا هذه الأرض فتهلكوا. مهتمش ابن النصير أبدا على التحذير اللي موجود على اللوحة، وأمر كتيبة من الجنود إنهم يكتشفوا المكان من جهة الجنوب على أمل يعني إنهم يلاقوا أي دليل آخر. وأعطى ابن النصير اللوح النحاسي لأحد الجنود ووصاه إنه يحافظ عليه جدا علشان يرجع بيه كدليل للخليفة. وبالفعل انطلق الجنود في اتجاه الجنوب، فدخلوا في صحراء كاهلة مليئة بالجبال والكهوف. وأثناء استكشافهم للمكان حصلت حاجة عجيبة جدا، انقض على الجنود نمل عملاق في غاية الضخامة قطعوهم أشلاء. أثناء معركة الجنود مع النمل العملاق وقع اللوح النحاسي من أحد الجنود اللي ادهوله ابن النصير. أول ما شاف النمل صورة الرجل اللي على اللوح هربوا فورا واستخبوا داخل الجبال، وبعد يوم كامل
رجع بعض الجنود لابن النصير حكوله على اللي حصل، فتعجب ابن النصير وافتكر التحذير اللي كان مكتوب على اللوح، فقرر انه ياخد الجيش ويعود ادراجه لمدينة القيروان. وفي طريقه حصلت قصة تالتة عجيبة جدا، لقى ابن النصير بحيرة فيها مية عذبة، فقرر انه يستريح هو والجنود ويشربوا منها. فلاحظ ابن النصير ان في صندوق بيلمع في اعماق المية، فامر احد جنوده انه ينزل البحيرة دي ويجيب له الصندوق. وبعد ما احضر الجند الصندوق حصلت مفاجأة غريبة جدا، فتحوا ابن النصير وفجأة خرج منه جن وطار في الهواء وهو بيقول وقال يا نبي الله لن أعود. فترعب موسى ابن النصير وأمر جنوده أنه يقفل الصندوق وقال لهم أعيدوا هذا الصندوق فورا إلى مكانه، فليس من الصواب أن نأخذه معنا، إنما فيه جن قد حبسه النبي سليمان عليه السلام لتمرده. وبعدها خرج جن من البحيرة طوله 10 أمتار، ففزع موسى بن النصير وقال له من أنت أيها الشيء؟ فرد عليه وقال له أنا من الجن اللي تمردوا على حكم سليمان، فسجني النبي في البحيرة وهفضل مسجون فيها حتى قيام الساعة. فسأله موسى بن النصير وقال له وماذا تريد أيها الجن؟ فقال له الجن إنه خرج لما سمع صوته، اعتقدت أنك الرجل الصالح اللي تعودت على سماع صوته. فسأله ابن النصير عن هوية الرجل الصالح اللي بيتكلم عنه، فقال له الجن ان في رجل صالح بيعدي كل سنة عن البحيرة وبيقف علشان يصلي ويستغفر ويدعو للمؤمنين، بعد كده بينصرف ويرجع تاني بعد سنة. واللي جذبني للشخص ده هي شدة ايمانه وصدقه، ولما حاولت اسأله عن اسمه كان بيبصلي ويمشي بدون ما ينطق اي كلمة. فقال له ابن النصير هل تعتقد انه الخضر اكثر الرجال علما في الارض؟ وطبعا سيدنا النصير لما سأله كان السؤال نابع من فكرة راسخة، وهي ان الخضر عليه السلام زال حاليا حتى يومنا هذا. تجاهل الجن سؤال ابن النصير واختفى عن انظارهم. واخيرا بعد 30 يوم يرجع موسى بن النصير وجنوده لمدينة القيروان وبيحكي رحلته للخليفة عبد الملك بن مروان. وبكده انتهت رحلة موسى بن النصير لمدينة النحاس. لكن انا عارفة دلوقتي ان في سؤال بيدور في اذهانكم، لو فعلا مدينة النحاس دي موجودة وفي أشخاص وصلوا لها، ليه ما حدش شافها في عصرنا الحالي وخصوصا بعد رحلة ابن النصير؟ في الحقيقة السؤال ده جاوب عليه الباحث والكاتب المصري أسامة مراعي، وقال إن مدينة النحاس موجودة بالفعل لكنها مخفية عن أنظار البشر بواسطة تقنية علمية ما يعرفهاش غير شخص واحد وهو المسيخ الدجال. واستند الباحث في كلامه عن فكرة معينة، وهي إن التقنية دي بتشتغل على إهابة البشر عن طريق موجات دماغية منخفضة التردد، كده هتلاقيها بتقنعك تماما إن الشيء ده مش موجود ومخفي. ودي على فكرة نفس التقنية المحرمة اللي استخدمها نيكولا تسلا في اختراعاته اللي قدر بيها بالفعل إنه يخفي أشياء عن أنظار الناس، لكنها سرية جدا ومستحيل حد من العوام إنه يعرفها. وبعد كل الكلام ده، فكر اللي انت سمعته ده فيلم هندي ولا حقيقي؟ هل مدينة النحاس دي موجودة فعلا ولا مجرد أسطورة من أساطير الزمان؟ هل موسى بن النصير وجنوده قدروا يوصلوا لها فعلا؟ وليه كل اللي بيدخلها أو حتى بيتجاوز سورها يا إما بيموت يا إما بيتجنن؟ اكتب لي رأيك في التعليقات. وبس يا سيدي أنا كده خلصت، ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لحد ما إن شاء الله ننزل لكم فيديوهات جديدة علشان توصل لكم أول بأول. مع السلامة.